تحية نضالية لجميع الأحرار أينما وجدوا. مع الأسف ولينا كل ما نجيو نديرو شي فيديو وإلا كنهضرو على شي مهزلة أو كارثة، يعني شي حاجة اللي ماشي هي هذيك. علاش؟ لأن كما كتشوفوا أن النظام ما عندوش حلول باش يعالج هاد الأوضاع المزرية اللي تسبتها، وهي ديجا كانت مزرية ولكن مع أزمة كورونا جات عرات على العورة ديال النظام وجات فضحاته. ولا دونك راك شتنا تبعتو كيماش بدات هذيك النهار اللي بدا الحجر الصحي في شهر مارس، وكيفاش اتخذت التدابير مع شهادة التنقل، وراس بقى هضرنا في هذا انايا والرفاق وهذا. المهم وداك الدعم هذاك ديال جوج دورو هذاك اللي عطاوه لهم، ومن بعد وراكو شفتو كيفاش بقات داك الشيء كي الاخر، ومن بعد جا الصيف ومن بعد منا وهادي، ومن بعد جا خطاب 29 اللي تما كيفاش رئيس الدولة قال لهم صافي ما عندي ما نعطيكم، راه الدولة عطاتكم كل شيء التدابير، يعني دروك راه ما كاين والو، دبروا راسكم. ومن بعد بقينا كنشوفهم، اما هما فالحين غير في يعني ماشي كياخذوا اجراءات باش هاد يعني في هاد الفتره يعني الصعيبه هادو، لا هما كملوا في هذوك الاعتقالات. راكو شفتوا اعتقالات واحد مور واحد، وداك الاعتقال ديال دريس والاعتقال ديال نور السلام القرطاشي اللي كان رفع له واحد التحيه ليه والعائله ديالو دريس المقنع، وان نور السلام القرطاشي راه مهزله امام العالم كامل، الحشومه كاع تهضر عليها تقول له شحال. واحد قال لي هذاك علاش يمكن كيشوف في اليوتيوب، قال لي علاش شدو هذاك، قلت له ودي راه مانيش عارف انا، راه فضيحه كاع تجاوب الواحد انه ما بغاش يقول كلمه سيدنا. ايوا يعني من الحريه، واش مثلا الواحد ما بغاش مثلا بغى يتبع واحد العقيده تجي تسيف عليه، ومثلا واحد بغى مثلا ما يبغيش شي حاجه تسيف عليه، ما يمكنش. هادي راه زعما راه واشنو هادشي، هذا راه مهزله امام العالم. ما بغاش يقول سيدنا تديه يضربوا بالاخر بست شهور يتوسى ظلما وعدوانا، وهذه كلمه سيدي ولا لا، وهذه راه العبوديه، هذه راه مين بقاو يترجموا حتى دوك الافلام التركيه والاسبانيه هذاك فيهم دائما كلمه سيدي ولا لا. هاد سيدي ولا لا ما خصهاش كاع تكون، هذه ما خصهاش تكون نهائيا، هذه راه كلمه نتاع العبوديه. وراكم شفتوا كيفاش زلعوا الناس وكيزلعوا لهم الخضره ديالهم وما يخليهمش يبيعوا، الحصار على المناضلين الاحرار، الحصار على المناضل والصحفي الحر عادل البداحي، الحصار على الاخر، الحصار على الاخر. ومن بعد باش كاع يكملوها كما قال لك الاخر السيد هذاك المناضل رحمه الله حسن الطاهري اللي جا تعرض للعدوان الاعتداء من طرف واحد البلطاجيه، ومن بعد جا مسكين كيدير فيديو كيشكي وكي واك واك عباد الله يتوسى وهذا ومنا، ولا يعني حتى واحد ما سمع له، حتى واحد ما لاخر. في التالي كراكو كي شفتو كيفاش جات الموت ديالو وكلش، يعني صافي دبابه هذا لينضم الى قائمه الشهداء كمال الحساني وهذوك نتاع البنك وزيد عماد العتابي والحدادي والمهم ومحسن الفكري اللي تطحن ديك يعني البشاعه، ومهزله وكارثه مور كارثه ومهزله مور مهزله. والشعب ناعس ما نعرفش عارف واش، انا ما كنهضرش على الاحرار، كنهضر على العياشه، العياشه ناعسين قاعدين في ديك كلمة عاشا وسيدي وهذاك. واش هذا الشيء هذا؟ انا ما فهمتش انايا هذا الاخر، ما فهمتش انايا. والعياشة بغيتوا تعيشوا في العبودية وعليوا صبعكم قولوا لنا ودي حنا بغينا نعيشوا في العبودية ولا ونديركم في واحد القلت تبقاو هكذاك. حنا ما بغيناش العبودية، حنا بغينا نعيشوا في الحرية والكرامة والعداله الاجتماعيه، وبغينا بغينا المواطن ديالنا، بغينا كي نقولوا مغربين نفتخروا فهمت بالوطن. انما انتم اللي كيهضر في شي حاجه في المعقول راه الانفصال، الانفصال يعني الفساد. واش من انفصال؟ واش من انفصال؟
الريف كيخرج بقيت تقول لهم الانفصال، الانفصال عن من؟ اقراوا التاريخ بعدا باش تعرفوا. ايوا اللي كون كانت يعني علاش الريف معسكر توجور؟ يلا علاش الريف معسكر؟ وعلاش كيمنعوهم ما يعليوش عالم المقاومه؟ وعلاش هذيك الاختطافات ماشي تاع اعتقالات؟ واين لو كان تمنين تكون ضامن شي حاجه ها ما تبقاش عاد تدور تزير هذاك الاخر. ايوا لانك تخافوا من الحق، لان الريف لن يركع، لن يركع الريف، عمرو ما يركع الريف، ما عمرو ما يركع الريف. عنده تاريخ راكم عارفينها، غير كتبقاو الاخر هو التاريخ ما تقدروش تمحيوه. والفكر، الفكر جامي تقدروا، تقدروا تسجنوا الانسان ولكن الفكره لا تموت، فهمتوا؟ الفكره لا تموت. وانا مسكين انا دروك على هذا الاخ ديال حسن الطاهري، يعني صايد الدم ديالو مشى هكذاك يعني هباء منطورا. يا قلتوا عندكم الفرقه الوطنيه ومحاربه الارهاب وهذا واحباط المهاجر، ايوا جيبوا لنا شكون اللي قتلوا، يلا جيبوا لنا شكون اللي قتلوا، جيبوا لنا شكون اللي قتلوا، يلا الى هذه ماسك، هذه كوارث بعد كوارث. اون بلوس في هذه الوضعيه هذه الحكومه ما خدات حتى شي تدابير، يعني في هذه الازمه تاع كورونا مبلعين على الناس الكوفر فو، وما يعني مزيرين الناس بصح ما عندهمش باش باش يعيشوا. لاش بغيتوا بغيتوا تقتلوا 20 مليون مغربي اللي كيجيب القوت ديالو غير كمياوم؟ هذا راني قلت 20 مليون، لان راك عارف الاطفال ما كيخدموش، وهذا مزيرين نعطيهم، لان المغرب راه عنده امكانيات اكتفاء ذاتي في الفلاحه، الانتاج ديال المغرب في الفلاحه والصيد وهذا كيفيق يفوت الدول الافريقيه كلها ويفوت الدول العربيه كامله. يو فين راه تمشي دوك الفلوس؟ ولا فالحين غير في تبنيو في السجون، ولا تشريو لي في السلاح القديم هذاك الخرده كما نقولوا انا. شكون اللي غادي يتحارب معاك نتايا؟ شكون اللي غادي يدافع فيك؟ شكون اللي غادي يتحارب معاك؟ تخسروا الفلوس هذيك في السجون واليختات والقصوره، وعين ما نهضروا دروك حنا المشكل اللي وراه عندنا دروك، ما راهش راه ولينا دروك مقابلين العياشه واشباه المناضلين، اشباه المناضلين ما غاديش نبقاو نسميو. راكو عارفيني على من راني كنهضر، عندك الخليج وعندك كندا وعندك البوق هذاك ديال البوق هذاك اللي كان باغي يدخل ماشي الدبابه الذبابه، راك شفتو كي داير دروك هذاك، هذاك دروك عاد حنا فهمنا كيفاش الدخول ديالو ديال السجن. علاش دخل؟ دخل باش يخترق حراك الريف، عرفنا حنا يا كنا متبعينو ضامنا معاه، لان بقى فينا وهذا ولادو بقى يبكي، قلنا ربما هذه غادي دير له كما نقولوا العقل هاد الاخر. الساعه طلع واحد يعني واش غادي نقول لكم، طلع واحد المخلوق اللي واش غادي نقول لكم، اكثر هو عبد اكثر من العبد، يعني العبوديه ديالو سي الفا جوسكا ليكس ترافاغونس، راه زعما الاخر ومازال عاد كيتبعوه الناس يسمعوا له. حنا نفضحوا الفضيح، نفضحه، ويا ريت لو كان كانت شي حاجه كاينه مليحه في ديك البلاد ما نقولوها، ولكن المشكل دائما ها هو غير التنميه البشريه ما تزعزعش المغرب. 1999 كان 114، دروك راه 123، يعني هذه 21 عام ما كاينش. موريتانيا احسن منا في التعليم، والمغاربه كيحربوا يمشيو يخدموا في موريتانيا، في السنغال، كوت ديفوار، ازربيجان، بارتو بارتو بارتو. واشنو هاد الشيء هذا؟ والمشكل بنادم كيحرق ويركب في الفلوكه ويمشي وهذا، وما مازال يبقى يخمم انه يشري السكن الاقتصادي ويولي يدخل في التعياشات. انا ما فهمتش انا هذا، ولكن لا 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 الوضع، الوضع راه كارثي وما يمكنش يبقى هكذا الوضع. وهذوك اللي كيقولوا لنا روحوا هنا ونهضروا، راه عندك تما الاحرار وكيهضروا. كنرفع التحيه لاحرار الدار البيضاء واحرار الريف، التحيه نضاليه للاخ ربيع ومازن والاخ نور الدين عواج والعيطاوي والعائلة القرطاشي ودريس المقنع ومحمد مشماش الريزو باصيرو مول كاسكيطا ومول كاسك ومول كرسي. واش غادي نقول لك انا؟ تسمح لي نسيت شي واحد؟
استسمحي لا نسيت شي واحد، وتحية عالية للأخ عادل البداحي المناضل والصحفي الحر اللي ما رفض يركع، رفض يركع للنظام، ومن حقه، من حقه كل واحد من حقه. علاش نتوما ملي كتسميو راسكم دولة إسلامية واحد يخرج مثلا برا يسب الدين يسب الاخر، ما حتى ما عندوش المتابعه، بصح الا ما قالش عاشا ولا ما قالش سيدي تتابعوه وتديوه للسجن. واشنو هادشي؟ يعني واش النظام كثر من الاله ولا هذا؟ راه واش هذا؟ راه هذا راه ماشي غير الهبال، هذا راه كثر من الهبال. اسيدي انا حر، حر الحر ياك الحر اسيدي، انا ما بغيتش نقول ديك عاشا ما نقولهاش، وما عمرو ما قلتها، وما عمرو ما قالها لشي واحد في المحيط ديالي، وما عمرو ما تكون. هو راه عايش بك ولا بلا بك، كما قال بعدا الاخ هذيك عاشا، هذيك راه فعل، هذيك راه فعل ماضي، هذاك راه عاشا، وهذيك عاشا هذيك خصكم تعرفوا منين جايه الكلمه، هذيك راه عاشا جايه من 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 واحد الفكر اللي بعيد عليكم هذاك الاخر يتوسا. اما العياشة فواحد الكائنات اللي واش غادي نقول لك، راه بداو كينقرضوا دو فاسون، لان عرفوا باللي الحقيقه عارفينها بصح ما بغاوش يتقبلوها. ودروك لهاد المساله ديال المقاطعه، واش ماشي المغاربه اللي قاطعوا لافاشكيري، لافاشكيري اللي قاطعهم، راه كاين اللي ما عمرو ما كلا لافاشكيري، ما عمرو ما كلا الحليب، الناس راه غير خبز واتاي وداخلين في هذيك الاخر. المهم مليح قاطع ما تخلصش الماء والضو فوالا وقعد في دارك داكور. اما المقاطعه ما تمشيوش المرجان، واش انت مقاطع وغادي المرجان؟ انا خصكم تخمو، خص الواحد يخمم ويفهم واش راه يدير. حنا هنا ما نهضروا، من بعد كيتهمونا انتم تخدموا البوليزاريو، تخدموا الجزائر، تخدموا، نحن لا بوليزاريو ولا الجزائر ولا والو، نحن ابناء الارض، نحن احرار ولسنا بعبيد وعياشه فوالا. هذوك اللي كيجيو توجور يكتبوا لي تما انت يا تخدم كذا ومنا وروح لبلادك والجينيرات، انا ابن الوطن، انا ابن الوطن، ولكن لا اريد ان اكون عبدا لهذاك لذلك النظام. هادشي اللي كاين، الا بغيت انت تكون عبد، نحن احرار، ولدنا احرار، ونعيش احرار، وسنموت احرار. اما الاخر قال لك كان ملكي ودخل للسجن وكان ملكي وخرج وكان ملكي حتى للنخاع، والى مرحم يرحم التاريخ، ماشي حتى المزبله براسو هذاك الشيء. والمهم راه ما يا ريت لو كان كنت نقدر نقول شي حاجه مليحه، ولكن راه ما كاين والو. وتحيه نضاليه لجميع الاحرار والخزي والعار للعياشه، بعد نبداو بالعياشه عاد نفوتوا لحاجه اخرى. العياشه اللي راهم دايرين هاد الحجره هذه في الصباط، وهذيك بوناب هذيك اللي جات، هذيك جات تحكي تقول لك الحكومه راه محكومه والقصر هو اللي كيحكم، وضربك عاد ضربك عاد ضرباتك الشاهده ولا فين كنتي في 2011؟ ياش هذه راه معروفه، هذه راه الانتخابات بعدا هادو راه غير ما تنتخبوش، لان الانتخابات راه ما يمكنش تنتخب على من، شكون؟ السلطات كلها في يد الملك، ما علاش غادي تنتخب انت؟ ما تنتخبوش خير وصايي، خلينا نشوفوها فين غادي تخرج. لان راه غير كيلعبوا بكم هذاك 2011 غير باش هرسوا حركه 20 فبراير، ولكن الحركه لم تموت، راها ولات وكتولي. حراك الريف باقي ويتمدد، حراك الريف باقي ويتمدد، لان الريف كبير وكبير وشامخ، شامخ فوالا شامخ. وفكر عبد الكريم الخطابي لن يموت، بل راه كيزيد الاخر، راه فكر لي عالمي. وتحيه للاخ نور الدين على الفيديو ديالو الاخير اللي تناقش فيه هذه قضيه حراك الريف، وتحيه للاحرار والى فيديو قادم.